المهمة الأولى إن أنتوا هتغطسوا في البول ده، والبول ده فيه كورة زرقاء كبيرة، كورة هاندبول، كورة يد. اللي هيجيبها الأول فيكوا هو اللي هيكسب المهمة الأولى. جاهزين؟ جاهز. جاهز يا باتريك؟ جاهز. هتحبنا؟ أه. هتحب اللعبة؟ أه. طب أما نشوف، هتحبنا؟ أنت حبيبنا أصلاً. طيب يلا هتشجعوا؟ هنشجع. طب يلا. يلا اطلعوا فوق، اطلعوا فوق. ريدي ستادي آند جو. يلا الحمد لله. يلا الحمد لله. محدش باين من تحت. يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من. أنا مش تابعة غير يا من بين باتريك. يا من يا من يا من يا من باتريك. يا من ولا باتريك اللي هيجيبوه الأول؟ أنا مش شايفة حد منهم عامة، محدش طلع لغاية دلوقتي. هما نزلوا ما طلعوش. شوفوا كده هنا يا آمن، شوفوا الناحية دي كده، شوف كده هنا هنا كده من هنا. لا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. خلاص على ما تتنبوا. يامن طبعا بابا شافها الاول، بس باتريك حط ايده على الكوره وهما الاثنين مسكوا الكوره في نفس الوقت، فبالتالي هما الاثنين متعادلين في المهمه دي. برافو جدا. يلا بسرعه تعالوا.